وفي سياق متصل أكد هلال أن مسؤولية المنتظمة الدولي تزداد أهمية في ظل تحول العالم إلى قرية صغيرة مع تطور وسائط التواصل وتسارعها. كانت هناك عدة خطوات تقدم فيها المغرب. أولا المغرب قدم مشروع قرار للأمم المتحدة وفق عليه بالإجماع. لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة هناك مشروع ينبذ الخطاب العنف. من قبل كانت الكلام على العنف على السياسي أو الديني أو القبلي كان يعني مشكلة حساسة وموضوع لا أحد يريد أن يناقش فيه. جاء المغرب وتقدم بمشروع قرار والحمد لله تبنته أكثر من 110 دول وفي الأخير وافقت عليه الجمعية العامة بالإجماع. من بعد هذا القرار سنة من بعد قام المغرب بتقديم اقتراح باش يكون هناك يوم عالمي للتذكير أو كلام والتحسيس فيما يخص نبذ الكراهية. وهذا اليوم كان 18 ديال جوان احتفلنا به لأول مرة في الشهر اللي فات والآن كل سنة الأمم المتحدة سوف تحتفل باليوم العالمي لنبذ الكراهية للتعايش السلمي وللدفاع على كل أنواع حقوق الإنسان والتعايش بين الشعوب والحضارات وطبعا الدول. كان فيه كذلك اقتراح آخر هو أن لأول مرة المغرب جمع في الأمم المتحدة قادة دينيين من الفاتيكان من المغرب من الجالية اليهودية في أمريكا مع حضور أمين العام فيما يخص دور زعماء الدينيين والروحيين لبناء السلام للتعايش وخاصة كان هذا الشيء أيام الجائحة لأن في ذلك الوقت كما تعرفون كان هناك يعني التطافل من بعض الدول على حقوق الإنسان كان هناك كذلك عدم تضامن بين الدول وكان هذا النداء للدور الزعماء الدينيين لكي يلعبوا دورهم للتحسيس ضد العنف خلال الجائحة تاع كوفيد كان مهم جدا وتتبعه الملايين تاع الناس من خلال التلفزيون ديال الأمم المتحدة. فالمغرب دائما هو في ديناميكية مستمرة والكل يعترف له بهذا الدور والكل دائما يريد أن ينخرط في كل المقترحات أو المبادرات التي يتقدم بها المغرب وذلك يعني منبع أو منبعث من السياسة تاع المغرب من طريقة العيش والتعايش الذي يعرفه المغرب من زمان وخاصة القيادة الرشيدة ديال سيدنا الله ينصرو الذي كان دائما هو كما قلت السباق للدفاع على هذا المبادئ النبيلة ديال التعايش ديال السلم وحسن الجوار.